بالنسبة لآخر الأبراج بقى وختامه مسك، هو الحوت. الحوت ده من الأبراج المائية. الحوت بقى بيبتدي من 19 فبراير لحد 23، هو من الأبراج المائية، وهو برضو بيحكمه كوكب جوبيتر المشتري وبلوتون اللي هو برج، اللي هو برضو فيه حتة الانعزال والوهم. بعد شعورك بعدم الاستقرار للوضع المهني اللي هو 2020 واللي انت مريت فيه في 2020، انت لحسن الحظ يعني انت شخص مش بتخاف عليك، انت من الابراج المائيه فبتعوم في البحر فبتسبح في الميه فممكن بتلاقي مخارج يعني. فانت من الاشخاص اللي هتكون باذن الله محظوظه ومرزوقه ومحبوبه وذكيه طبعا. ف2020 هيكون فيها باذن الله كل النعم والوعود والارزاق، ان شاء الله هتكون من نصيبك. السنه دي هيكون الحظ حليفك وهيبتدي عندك الإيجابيات والقرارات اللي انت كنت مأجلها سواء كانت في العمل أو في الحب. كمان هيكون عندك مرحلة جديدة وخلاقة. دي كانت نبذة بسيطة عن الـ 12 برج في 2021. أتمنى 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 إن شاء الله تبقى سنة كلها حب وسعادة وسلام وصحة للجميع، وتمنياتي لكم بالحب والسعادة جولي علي.